السلام عليكم، معكم طوار عمار رئيس جمعية توأم التوحد وآب ثلاث أطفال توحديين. هذه الرسالة كنوجهها للسيد العام الممثل جلالة الملك إقليم رحامنا. عندنا وليدات التوحد 27 طفل وما يزيد عليهم، ودابا الوليدات مساكن مع الحجر الصحي، اتعصبوا لنا بزاف اخص وليدات عندي انا وكاع الناس كيتشكاو من هذه القضيه ديال الاطفال التوحديين. يعني رجعوا للور الشيء اللي كنا علمنا ليهم، ما بقاش معنا يعني بتمحالي من دماغهم، وكنا نعلموهم ما بقاش يتعلموا لينا، ما بقاش بغاو هذو راف ديال التعليم. يعني خاصنا واحد المقر للجمعيه ديال التوأم التوحد، وحنا دابا ما عندناش هذا المقر باش نخدموا مع الوليدات باش يكونوا الناس باش يكونوا الناس ديال الاخصائيين باش يخدموا مع الوليدات والشبه الطبي. يعني ما عندناش المقر، ما استفدوش من المدرسه هذه السنه. يعني مندوبية الصحة مندوبية التعاون الوطني قلت ما كانش عندكم مقر وما تستافدوش من المدروس، يعني خاصكم ضروري مقر. لكن هذاك المقر ديال الساحة الحمراء نبداو فيه هاد الأيامات، لا شيء مقر آخر. الله يجزيكم بخير نعم سيدي ساعة العمل، حنا محتاجين هذا المقر. وهاد الوليدات راهم ساكنة ضايعين بزاف، وكاينة واحد السيدة حي الشعيبات عندها واحد البنية مسكينة عندها 7 سنين، حتى هي مع الحجر الصحي راه تلاحظ من الدوزيام مشات عندها في هاد الأيام، نيت شت البنية نيت مسكينة رجلها منفوخة ومعصبة حتى هي. يعني خاصهم مركز هاد الوليدات راه كيتعصبوا بزاف في الدار، سدان ما تقدرش تخرجو، تا واخا تخرجوهم كاع ما تقدرش عليهم حيت الدراري صعاب، ما كنعرفو كيعرفوش كيفاش شي حاجة كيبغوها ما كيعرفوش كيفاش يتواصلوا معاك فيها، كيبدا يصعب عليك، يبدا يتجبد حتى هو بزاف ديال الحوايج. يعني هاد الوليدات خصنا نقدوهم، الله يجازيكم بخير لما تشوفوا حال هاد الوليدات. وشكرا نعم سيدي، تحية طيبة سيد العمل، الله يجازيك بخير لما تشوفوا حال هاد الوليدات، الله يجازيك بخير وشكرا.